اروح بقى للست الشدوان وشاهد محمد. شاهد محمد عندهم قد ايه؟ شاهد عندها 15 ونص. ما شاء الله. ومحمد عنده بسم الله ما شاء الله عنده 18 سنة. ما شاء الله. ما عاملين ايه في المدرسة؟ والله محمد ابني في اولى معهد في المطرية، بس يعني ايه مش مواظب عشان هو بيساعدني في مصاريف البيت يا حبيبي. شغال من صغره وعنده 5 سنين شغلته حلاق. كان راجل وجدع. لحد بيساعد ما امه. يعني بيصرف عليا عشان انا برضو تعبانه، فهمتني؟ وانا سافرت برضو قبل كده، اتغربت كتير وتعبت لحد ما بصراحه. طب انا عايز اسمع الحدوته بتاعتك. انا بص حضرتك من كفر الشيخ. احسن ناس. الله يخليك. وانا اهلي كلك من كفر الشيخ. فين في كفر الشيخ؟ من محافظه كفر الشيخ، من حته اسمها سيدي سالم. طبعا سيدي سالم والشخلوبه. فاكرين التلميز ولا ايه؟ لا ده انا عارف كويس. ووالدتي برضو من كفر الشيخ. من قريه اسمها بيت الديبه. حلو قوي. من احنا من كرة فلاحين يعني، وكرة ارياف وكده. وعندكم الرز للركب. رز وكل حاجه اللي انت عايزها. وسمك وكل بقى حاجه بالك فيه بقى. وفسيخ وجو كده. كملي. حضرتك كنت شغاله اصلا في جامعه كفر الشيخ عندنا يعني عامله نظافه. تعرفت على دكتوره هناك من الكويت. قالت لي كنت انا يعني لسه متجوزه جديد وما كانش معايا غير محمد وكنت حامل في شهد. وبعد كده قالت لي شدوانه تقدري تجيبي لي واحده تسافر معايا الكويت. قلت لها انا ممكن اسافر مع حضرتك. فروحت استاذنت ابويا. ابويا قال لي ازاي ما ينفعش تسافري، قولي لجوزك. ما قلت لجوزي انا عايزه اسافر، قال لي روحي سافري. ما اعترضش ولا وقف في طريقي وكده. بقيت اسافر. غبت 7 سنين في الكويت. كل سنه اجي واروح، كل سنه في اجازه المدارس واروح واجي وكده.